Keep right at the fork. Continue on Eglinton Avenue West for 1.5 kilometers. Turn right onto Odyssey Drive. What? Yeah, I can't tell. There is the Muslim neighbor next to me. Right onto Odyssey Drive, then your destination will be on the left. Is on the left. Here we are in the parking lot at Muslim Neighbor Nexus for the drive in Drive by Dua. We just gotta find a nice place to park. Over here. Different cars. I'm gonna show your thing off. Yep. So it's 10:22 p.m. and expected arrival time was 10:30, and 11:15 is the Dua for the Khatam of Quran, end of Ramadan. Tonight is the 29th night of Ramadan 2020, Ramadan 1441. We're in the parking lot of the Muslim Neighbor Nexus. They have all this land, but they have yet to build the building, so that's the temporary structure. That is a temporary masjid, musalla, multi-use prayer hall, multi-use hall. And we'll just wait. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata. I think they're praying Isha. So they're praying Isha inside. Yeah. You can still hear the loudspeaker. You can kind of hear it. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله. سمع الله لمن حمده. إنه على رجعه لقادر يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله لمن حمده. الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل للألحان. واغفر لنا يا ربنا وأعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. We just finished the dua in the witr prayer. A number of people in their cars have received the sweets and made some donations through their window, contactless. Volunteers have yet to visit our car. It's now parking lot's getting busy and active. So while we're waiting, everybody is driving past the volunteers in the center of the parking lot, and there's the brother bringing the sweet that traditionally are shared at the completion of the reading of the Quran at the end of Ramadan. And we're just staying parked in our spot while everyone else is going. Yeah, it's quite busy now. So like us, everyone was listening via live stream on their devices inside their cars. Yep. It's as much as it was. So
So here we have two baklavas, the sweets, the volunteers, and I actually had to come out to the parking lot. We're one of the first to arrive, and that's it. Everyone's going home now. So this is Hemi Syed with 30 Masjids on the 29th of Ramadan at Muslim Neighbor Nexus in Mississauga. And we're about to go home now. And these are the sweets. We listen to the dua. And that's it. Hemi Syed, 30 Masjids at home. Well, tonight it's 30 Masjids in Mississauga for Ramadan 2020.